اهلا بحضراتكم من جديد. اتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن قضيه هامه جدا الحقيقه بتمسنا جميعا، وهي قضيه كريمي النسب، وهي واحده من القضايا المجتمعيه الهامه جدا. والحقيقه ان احنا شفنا تحرك من الدوله المصريه خلال السنوات الاخيره، وشوط كبير جدا قطعته الدوله في مساله احتواء ومواجهه هذه القضيه باجراءات رسميه واجتماعيه مختلفه عما كان يحدث قبل كده. مؤخرا تم التوقيع ما بين وزاره التضامن الاجتماعي عقد لاسناد اداره مشروع مركز الكفاله الوطني، مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال كريمي النسب، واللي بيتم ما بين وزارة التضامن ومؤسسة مصر للأطفال. ماذا يقدم هذا المركز؟ ده اللي احنا نتكلم معاه دلوقتي مع ضيفنا أستاذ مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. مركز الكفالة الجديد يقدم إيه؟ هذا المركز الوطني للكفالة إيه اللي هيتغير في مسألة سلسلة قضية الكفالة، وإنه زي أسرة تكفل طفل، وزي يتم الاختيار لطفل كريمي النسب، وكمان في مواجهة ما يحدث أثناء اختيار الطفل، وبعد كده بنشوف أحيانا كتير يتم إرجاع الطفل، وكل العملية من بدايتها لنهايتها. المركز هيغير إيه في ده؟ تمام. الأول أنا بشكر حضراتكم في البداية لاهتمامكم بهذا الموضوع، ولازم نشير في البداية أن هناك رؤية للدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي للاهتمام بمجال الأسر البديلة الكافلة ومفهوم كفالة الأطفال، وهناك تأكيد ومتابعة من فخامة الرئيس على تشجيع وأهمية تشجيع منظومة الكفالة، وأن الأسر تكفل الأطفال. المركز ده تم توقيع بروتوكوله منذ عدة أيام، يوم 9 فبراير الماضي تم توقيع البروتوكول ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة فيس مصر الأطفال في احتياج، وبالتنسيق مع وزارة الصحة. هيبقى المركز الأول في مصر. يهدف هذا المركز إلى توحيد المسارات الخاصة بالكفالة. طيب إحنا عملنا ليه؟ إحنا عندنا رؤية بتقول كدولة مصرية نحن لابد أن نتوجه نحو حاجة اسمها أو مفهوم اسمه اللامأسسة. يعني إيه اللامأسسة؟ يعني الأولاد كريم النسب اللي زمان كان بيتقال عليهم المعصور عليهم، أو الأطفال الأيتام، أو الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية اللي أبائهم وأمهاتهم موجودين ولكن هناك ظروف ما حالة دون وجود أو استمرارهم معهم. الأولاد دي كانت الأول بتمر بكذا خطوة. كانوا بعد العثور عليهم مثلا او الايتام بيخشوا مراكز الصحه، دور رعايه، كانوا بيخشوا مراكز الصحه لانهم فيهم عمر يوم وعمر يومين وكده. هو المركز في موضوع العمر ده هيشتغل من اي عمر ولحد عمر ما؟ اقول لحضرتك، فالولاد كانت بتخش مراكز الصحه، دول عددهم 29 مركز في مصر. يقعد هناك لغايه سن 3 شهور، ثم يتنقل الحضانات الايوائيه الخاضعه لاشراف وزاره التضامن الاجتماعي، ودول 42 حضانه ايوائيه. في الفترة دي بتيجي الأسر الراغبة في الكفالة بتسعى أنها تكفل الأبناء، فبتروح تعمل المشاهدة هناك بعد ما تعمل إجراءاتها. طب لو ما جاتش أسر بعد 6 سنين الولاد دي بتخش مؤسسات رعاية اجتماعية. نماذج كتيرة ناجحة طلعت من مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولكن وجود 20 و30 و40 وأحيانا 100 طفل في مكان ما أعتقد أنه مشكلة كبيرة. ده اللي دفع الدولة المصرية وزارة التضامن الاجتماعي انها تشتغل على الملف ده. فكان التوجه نحو فكرة اللامأسسة، يعني نشجع نظام أسري ونظام شبه أسري. النظام الأسري اللي هو الأسر البديلة الكافلة، واحنا عندنا في مصر 14,000 أسرة تكفل أبناء، وعندنا 14,500 طفل مكفول. وده نجاح، لأن مكفولين داخل الأسر ولا مكفولين داخل دور الرعاية؟ لا، داخل الأسر يا فندم. وبالتالي المجهود اللي حضرتك أشرت ليه في المقدمة، إن هناك اهتمام الدولة المصرية في الفترة الأخيرة وفي السنوات القليلة الماضية لغاية وإحنا قاعدين وأنا قاعد مع حضرتك النهاردة، بيقول إن إزاي إحنا ابتدينا نقلل عدد المؤسسات وابتدينا نقلل عدد الأطفال في المؤسسات، فبقى عددهم أقل من 9,000، ونوصل بعدد الأسر ل 14,000 أسرة بتكفل 14,500 طفل، فهو نجاح للدولة المصرية. طيب مقارنة بإيه يا فندم؟ عايزين نتكلم من الرقم ده، الرقم كان كام قبل كده؟ لأنه إحنا كنا بنتكلم على إنه الإجراءات كانت برضو صعبة، وإحنا مش عايزين نسهل الإجراءات، لا، إحنا عايزين بس الموضوع يكون ماشي في سيستم. أيوه.
يخلي مسألة احتضان طفل أو كفالة طفل تروح لمن يستحقها من تمام. أسر وفي نفس الوقت تضمن ليه حياة كريمة. بالضبط. طيب أول حاجة، إحنا كان عدد الأطفال في المؤسسات يزيد عن 10,000، يعني 10,000 ويوصل 10,500 طفل، نزلوا لأقل من 9,000، ده نمرة واحد. العدد تضاعف في الأسر البديلة الكافلة لغاية ما وصلنا للرقم اللي إحنا بنقوله. طيب شكرا لحضرتك وشكرا لكل المهتمين لفكرة إن لازم أبقى حريص أنا هسلم الطفل لأني أسرة. بس أنا عايز الخطوة الأولانية في السؤال الأول بتاع حضرتك، أنا عملت المركز ليه عشان أوحد المسارات. فأنا شرحت لحضرتك إن إحنا عشان اللي عايز يكفل طفل يروح المركز، ما يروح مكان واحد تاني. بدل ما إحنا في ناس بتسافر للمحافظات وفي ناس بتروح تبص في الصحة وناس تروح تعمل مشاهدة ورؤية في الحضانات الإيوائية وناس تروح أسوان وناس تروح أسيوط وناس تروح بحري عشان يدوروا، في ظل ان المنظومه نجحت جدا فبقى في ناس بتدور على اولاد فمش بنات فتيات فمش لاقيه، فتقول لك انا لا انا عايز اكفل بنت فمش لاقيين، فوصلنا ان احنا نجحنا جدا فعندنا قائمه انتظار ما يقرب من 800 اسره حاليا ترغب في كفاله ابناء ومنتظرين، فده نجاح. منتظرين علشان ايه؟ علشان الاجراءات، علشان يعني ما احنا عندنا اطفال محتاجين هذه الكفاله، 800 اسره منتظرين ليه؟ منتظرين عشان في عايز بنات ومفيش بنات موجوده، ده جزء. في اولويات في ترتيب اللجان اللي هي جزئيه شديده الاهميه اللي حضرتك برضو اشرت اليها في سؤالك الثاني، اللي هي احنا عندنا حاجه في مصر اسمها اللجان المحليه للرعايه البديله في كل محافظه، في مديريه التضامن في لجنه تتلقى طلبات الاسر. تمام، عشان تاخد طلبات الاسر، وفي لجنه عليا بتنظر لو في تظلمات من قرارات اللجنه المحليه. حضرتك قلتي حاجه جميله جدا، لابد ان نسلم الابناء بشكل فيه دقة وحرص جدا على مصلحتهم وعلى مستقبلهم عشان ما يرجعوليش تاني. صحيح. فحطينا مجموعة من القواعد والشروط مرتبطة بتيسيرات. يعني احنا جمعنا ما بين ان في تسهيل وفي ضوابط حاكمة ما تديش فرصة لحد انه يحصل اشكالية للطفل بعد كده. ودي نقطة مهمة جدا. ودي نقطة مهمة جدا. اتكلم مع حضرتك فيها دكتور مجدي، لكن خلينا اروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد كده نكمل مع استاذ مجدي حسن رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، نرجع نكمل كلامنا عن الكفالة. أهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم عن مركز الكفالة الوطني وماذا يقدم هذا المركز في مسألة الكفالة واحتضان الأطفال، والفرق ما بين قبل وجود هذا المركز وبعد وجود هذا المركز، ما يتم داخل المركز. مستمرين في حديثنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور مجدي حسن حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كنا بنتكلم عن دور المركز، ماذا سيقدم المركز جديد في مسألة كفالة الأطفال؟ اشتراطات ما كانتش موجودة بقت موجودة، اختبارات مثلا للأسر اللي هتستقبل الطفل كريمين نسب عشان نضمن ليه حياة كريمة. طيب الأول اشتراطات، احنا عملنا أكتر من حاجة كوزارة التضامن الاجتماعي في الفترة السابقة ويمكن لغاية امبارح والأسبوع الجاي في حاجات إضافية هتظهر. الأول احنا بنعمل أول ما الأسرة بتقدم للطلب وبعد ما بتستوفي الإجراءات المبدئية في مجموعة شروط وإجراءات لازم تتعمل، منها احنا بنعمل للأب والأم الراغبين في الكفالة اختبار نفسي اسمه اختبار الشخصية متعددة الأوجه، وذلك لتقييم الأسرة الأب والأم وقدرتهم على كفالة الابن. في مجموعة من التحريات بتتعمل، في استمارة بديلة للبحث الاجتماعي، هي بحث اجتماعي ولكن بشكل أكثر دقة وتوسع، اسمها استمارة التقييم الشامل بقيم على أساسها الأسرة. عندنا توسع شوية، فبدل ما كان الأول احنا زوج وزوجة بس اللي ممكن يكفلوا أبناء، بقى ممكن سيدة مطلقة، سيدة أرملة، أنسة من سن 30 من حقها أنها تكفل الطفل. طيب أنا عايزة أتوقف هنا يا دكتور حسن عشان دلوقتي معانا على التليفون دكتور مجدي تجربة مرت بده، فمحتاجين نسمع منها أكتر. دلوقتي معانا على التليفون أستاذة ياسمين الحبال. مساء الخير أستاذة ياسمين، ويعني اللي أنا فاهمه أن حضرتك بتكفلي طفلة من سنتين ونص تقريبا، عايزة أعرف الموضوع ده بدأ إزاي والفكرة جات لك منين؟ والحقيقة إنه إحنا يعني شفنا تجارب زي دي شبهها يعني حوالينا،
وشفنا تجارب حتى الدرامية، لو حتى من قريب كنت تابعتي مسلسل منة شلبي ليه لا، يمكن أكيد شفتي نفسك في هذا المسلسل. عايز أعرف تجربتك مع مسألة الاحتضان وإزاي أثر على حياتك. مساء الخير يا غدير، مساء الخير يا دكتور حاجبي، اهلا بيك والضيفه. اهلا بيكي. هو ده حقيقي، انا كفلت بنتي فعلا من سنتين ونص تقريبا، كان عندها 3 شهور، هي دلوقتي عندها 3 سنين الا ربع تقريبا. والموضوع ابتدى معايا في الواقع من زمان قوي، من زمان من وانا في المدرسه، لما كنا بنروح رحلات لدور الايتام، وبعد ما خلصت المدرسه وكملت لوحدي في النشاط ده كحاجه انا كنت طول الوقت حاسه ان الاطفال مكانها مش في الدار، ان التربيه في الدار دي فيها حاجه ناقصه، فيها حاجه غلط. ان الاطفال، ان انا عايزه لما اكبر واتجوز وكده عايزه اكفل طفل عندي في البيت مع اولادي اللي هخلفهم، مش يعني عمري ما فكرت ان انا لو ما خلفتش هكفل، انا كنت عايزه اكفل في البيت. ولما الدنيا مشيت وكبرت واتخرجت واشتغلت وحصل ان انا ما اتجوزتش، قررت عايزه اكفل لوحدي. يعني مش هفضل مستنيه بقى خالص ان انا اتجوز خالص يعني. طب ياسمين انا بس عايز اسالك في حاجه، المجتمع حواليكي متقبل الموضوع ازاي من اول باباكي ومامتك واخواتك؟ احنا برضو عندنا مشاكل في النظره المجتمعيه لمساله الاحتضان دي مش سهله. انت قابلتي ده ولا ما قابلتيهوش، ولا الموضوع اتغير وبقى احسن مثلا؟ الاثنين يعني، انا قابلت يعني الاثنين. انا رايي اصلا طول عمري المجتمع عنده مشكله ما يعملهاش هو، لكن انا عملتها هو ملوش دعوه بيا. انا ما بعملش حاجه غلط يبقى ما حدش يقدر يقول لي ما تعمليهاش، ده انت بتعملي احسن حاجه في الدنيا. بالظبط، وده مبدا في كل حياتي اصلا، فما بالك بقى في حاجه زي دي. فاهلي كانوا رافضين الفكره، قالوا لي لا، بس يعني قالوا لي لا، واللي قال لي صعب، وقال لي انت سنجل، مسؤوليه لوحدك. وبابايا اكشولي قال لي ليه نتحمل مسؤوليه طفل مش ابننا؟ ده كانت النظره. بس بعد النقاشات بقى، يعني انا كنت ماشيه اوريدي في خطوات الكفاله وفي الاجراءات، وانا عارفه ومقتنعه 100% ان هم فكرتهم غلط وانا عايزه اصلحها لهم. فكنا بنتناقش كتير قوي في الموضوع. طب وبعد حوالي 2 ونص الفكره دي اتغيرت بنسبه قد ايه؟ لا مش 2 ونص، احنا يوم ما غاليا دخلت البيت كله غلط خلاص، اللي هو ايه ده؟ هو ازاي كده؟ كله خلاص حس انها بنتنا، هي بنتي وانا 100% خلاص، مفيش حد هيقدر يقول لي انها مش بنتي. فخلاص كل محدش لما يجي لما تيجي تتخطبي تتجوزي هيقول لك لا انا مش متقبل الموضوع ده، ودي بتبقى ازمه كتيره للطفل اللي تم كفالته انه يرجع تاني. معلش ثانيه، هسالك سؤال بجد، هي الام البيولوجيه لما بتطلق او تترمل ويجي حد يقول لها لا انا مش عايز ولادك، بتعمل ايه؟ يا هترفض يا هتقبل، وده هيرجع ليها كشخص. انا كشخص لا يمكن هقبل ان انا يبقى عندي عيشه بعيده عن ولادي، مكفولين او بيولوجيين. فهو ده وارد كده وارد كده، هي مش مشكله اصلا، فاهمه؟ انا فخوره بيكي جدا يا ياسمين، وربنا يبارك لك في غالية. شكرا جزيلا على وجودك معانا. تجربه الحقيقه شيء مهم جدا جدا، تجربه ناجحه والمجتمع متقبل الموضوع بشكل جميل جدا. انا سعيده الحقيقه ان انا بسمع ده، يعني حضرتك لما تقولي عندنا اسر مستنيه الكفاله. ايوه فاهم. ده يجي بقى لمساله الاجراءات اللي احنا كنا بنتكلم عنها، لانه عظيم جدا اللي الدوله بتقوم بيه في هذا المجال، لكن الحقيقه انه احنا برضو بنواجه ارث مجتمعي ما هوش سهل. كريمين نسب بيوصلوا ويكبروا وما بيبقاش حد عارف اصلا انهم كريمين نسب، بس نيجي عند الجواز وتلاقي الناس افكارها بتتغير. نيجي عند ممكن شغلانات ما يبقوا عايزين قيد عائلي، ما يلاقيش قيد عائلي ما ياخدش الشغلانه دي. تمام. هل في خطه ما لاستيعاب الكلام ده والتغيير؟ في رؤيه واضحه للموضوع ده، وفي خطه موضوعه، وفي جزء مهم جدا بمناسبه المداخله. احنا بنعمل تدريب، احنا اعتمدنا منهج موحد لتدريب كل راغب الكفاله من الاب والام لمدة 4 أيام، بيتم تدريبهم على آلية التدريب وإزاي يتعاملوا مع الابن من ساعة بداية الكفالة وحتى استمرار العملية. ده الجزء. الجزء الثاني، اللجان المحلية واللجنة العليا للرعاية البديلة فيها ممثلين من كل الجهات لتيسير الأمور على الأسر، فيها ممثلين لوزارة العدل، وزارة الداخلية، ممثل تحديدا من الأحوال المدنية، النيابة العامة، وزارة الصحة، كل الجهات. ده جزء مهم جدا. ايضا عمليه المتابعه، وضعت اليه للمتابعه بشكل مستمر عشان ما يحصلش اي اشكاليات او اساءات للابناء اثناء وجودهم داخل الاسر.
مهمته انه يعرف هويته، احنا بنأكد عليها من اول يوم للكفاله وفي التدريب عشان الطفل يبقى مؤهل من البدايه وانه يعلم هويته بشكل واضح ويتقبلها والمجتمع يتقبلها، وبنسير في هذا الامر بنجاح. اوصل لنقطه مهمه جدا، ان احنا عندنا رؤيه واضحه سواء على المستوى التشريعي او على المستوى التنفيذي. حضرتك شفتي او النهارده احنا بنتقابل عشان مركز الكفاله الوطني، مركز الكفاله الوطني الساعه الاستيعابيه بتاعته هتبقى 200 طفل، هيتعمل فيه اعاده او تاهيل نفسي واجتماعي وطبي من خلال مركز الجزء او المركز الصحي اللي هيبقى موجود جوه المركز، ودعم قانوني عشان استخرج الاوراق الثبوتيه. دي نقطه مهمه جدا. المحاور الاربعه النفسيه والاجتماعيه والصحيه والقانونيه هتبقى جوه المركز. صحيح. الولد هيقعد قد ايه فيه؟ ما احنا كده بنستبدل سنه بسنه مراكز الصحه والحضانات الاوائيه بهذا المركز. صحيح. في القاهره والجيزه والقليوبيه واسكندريه ثم مصر كلها. الولد من ساعه ما يخش او البنت لغايه لما يدخل من عمر كام؟ ايا كان، من عمر يوم احنا بنسعى يبقى من عمر يوم وحتى 6 سنوات، يقعد 3 شهور بحد اقصى، تكون اجراءات الكفاله اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده بما فيها التدريب الالزامي بما فيها التحري بما فيها الاختبار النفسي بكل الاجراءات تمت، ثم يتم كفاله الطفل والرؤيه والمشاهده تتم. ده جزء. وعليه بنعول على دور الخاص بمركز الكفاله الوطني. بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه ان الحديث يعني مستمر عن هذه المساله، انها قضيه مجتمعيه غايه في الاهميه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مجدي حسن حسين رئيس الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه بوزاره التضامن، شكرا جزيلا على وجود حضرتك. شكرا معنا. لحضرتك. شكرا. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده، يا رب دايما اشوفكم على الف خير.